الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. اليوم في الكاري هذا كان واحد السكان اللي نمشين يتكلموا اليوم. نمشكلموا الأولى على الشيخ سي منور الله يرحمه ويوسع عليه. هو اللي كان يقري في المدرسة القرآنية هذه اللي تحت. سي منور اللي عنده ولده عبد القادر، عنده سيد أحمد، عندها مصطفى اللي مات لها الله يرحمه، عندها 5 أو 6 شيرات الله يطول في عمرهم. سي المنور شحال من طالب خرج على يده، وإنسان ما يهدرش بزاف ولكن يقري مليح القرآن. نزيدوا حداه كاين زيان العربي، زيان العربي اللي عندها ولدها الميلود أحمد ومحمد، وكانوا عندها 3 شيرات الله يطول في عمرهم. نزيدوا حداه كاين بالطويل اللي عنده ولده قادر وعنده المختار وعنده الشيره. زيد شويه الفوق شويه حداهم كاين بن عوده تيارتي عندها غير شيره الله يشد له فيها. راحت ما وطاحت وقالت دمعة في العين يكسورة ما زال في عيني البارح ذكريات كي كانت رأس العين وكي ولات رأس العين خلات وصورت هدم والغرسة دبال نبقى في الأرض خضار شفت رأس العين وبغيت نخمم وتفكر. نتكلموا على احدهم على سي بالعيد الله يرحمه ويوسع عليه. انسان عاقل ما يتكلمش كاع، اللي عنده ولده محمد مارشون ليغيم، عندها الحاج هو اللي مدير في سيفيزيزو، وعنده الهواري اللي هو مسؤول في لاكناب الله يطول في عمرهم. نرجعوا هنايا للباليلي بن سعيد الله يرحمه ويوسع عليه، اللي عنده ولده محمد العيد والهواري وعندهم شيرة الله يطول في اعمارهم. نزيد وحده كاين عبد الجلالي اللي مات الله يرحمه، عنده الهواري كذلك ميت، باقي العيد الله يطول في عمره. نزيدوا تحت شويه ونلقاو الارجان عبد القادر مات الله يرحمه، كنا نعيطوا له بيكينيو، عندها ولده احمد وابو عبد الله وعده، وعندهم الشيره الله يطول في عمرهم. هنايا نرجعوا للهواري، لازم هو لازم باغي نقفوا عنده وقفة خاصة. هنايا نهضروا على الهواري كانوا كل الناس اللي يعرفوه يحبوه، كان يقعد عند لاغي تاع التيروبيستولي، وقبل كان يخدم في دار الشرع، حتى صار ساعات كيخصهم كان جوديسيان باش ما يبغوش الغاشي وكل شيء خرج لهم مسكين يديرهم الكرة. هو انسان زين كل الناس تبغيه، القاعدة مهما تملش غير حق. كان مسكين بعد قبل صلاة المغرب يشرك قدام الدار تاعه قدام جماعة كريمة، يتمشى مسكين حتى جواه طلقوا عليها النار الله يرحمه ويوسع عليه والله يخلص في اللي أطلق عليه النار في الدنيا والآخرة. أولادها الله ربي يطول في عمرهم، عندها عبدقة أحمد ومحمد. رأس العين خلات والصور تهدم والغرسة دبال ما بقى في الأرض خضار. دوك نرجعوا للجهة التحتانية، وكاين الحاج محي الدين اللي ولده محي الدين، من بعد كاين عمي طيب الله يرحمه، عمي طيب وزيان اللي ولده دقية، وكاين واحد كنا عيطوه الكبران، وعندهم 4 شيرات.
احدى عمي بوزيان كاين النهاري بن دحمان، وزيدو هو كذلك كاين ابو خبزة، وكاين عمي قدور، وكاين ذاك الشيخ كما كنا نقولها الشيخ طرابي الله يحمه، اللي عنده ولدها عبد القادر وولدها بن عودة من نشاوس الزاوية، زيد عمي الميلود اللي كان عنده ولدها عكاشة الله يحمه، الحاج والطيب الله يحمه، عنده المختار وعنده حميد عكاشة، هذا ميكانيسي من بعد حل السيد بشير الموت الله يرحمهم، والحيين الله يطول في أعمارهم. في الدخلة يتكن لندخل دخل القهوة تاع عمي حمام جهة ثانية، كانت سكنة تما لاصقة في بيبينير، يسكن فيها الجيالي بوداليا الله يشافيه، اللي عنده الشاشرة، عنده عمر ومحمد ويوسف وأربعة عشيرات الله يشله فيهم، وهو الله يشفيه ويطول في عمره. راس العين خلات والصور تهدم، والغرس دبال ما بقى في الأرض خضار. الجهة هذه كانت تسكن فيها الحاجة العروسية الله يرحمها ويوسع عليها، اللي عندها ولدها فوزي وشمامة. بالمناسبة تحياتي الخالصة إلى صديقي فوزي اللي غاب دي لا سيكوراسيون دوبوي لونتون، قالوا لي راه في أوروبا، اللي يعرفوا أو يلقاه يبلغ له تحية من عند أولاد راس العين. نزيد وحده كان يسكن عمي بوحجر الله يرحمه ويوسع عليه، الطالب بالبارع، كنت تكون مريض يحط يده على راسك يقرأ الموعظة تعشي مريح بإذن الله، اللي عنده ولده الميلود أحمد اللي مات له الله يحمه ويوسع عليه، وعنده السحنون الله يطول في عمارهم. راس العين خلات والصور تهدم. نروحوا تاني للحاج الزامية اللي عنده ولده الحاج وعنده ولده الطيب، نظن عندها ولد مجاهد. نزلوا هنايا عند ستي اللي عندها عبد السلام، عندها يحيى، عندها الهواري اللي مات الله يرحمه ما نسوش المختارية. كي نزلوا شوية قدام كاين الحاجة رقية عندها ولدها محمد، تذكرت اسم دروك نرجعوا له، اللي هو ابن عبد الله العكرمي بحارة الله يرحمه ووسع عليه، اللي عنده ولده الكبير قاع محمد، وعندها ابن عبد الله، عندها الهواري اللي كان بافيست في السينيا. بالمناسبة تحياتي إليه وإلى أخوته، كاين جمال نور الدين ميلود عبد القادر العربي الجيالي نجيب ورضا الله يطول في عمرهم والله يطيب بيناتهم. جاي ان شاء الله بقي فيديو فيه اسماوات القدم اللي رحلوا قبل التهدام، كما مثلا كما حواس، كما لمناد، كما ديدوش الطاهر، كما لفولا تعرفوه انتم كاع، كما بالزكري، كما ابن حميدة، هادو ان شاء الله الفيديو الجاي ان شاء الله نذكروهم ونضحكوا شوية عليهم. راس العين خلات والصور تهدم، والغرس دبال ما بقى في الارض خضار.